كل الأناجيل بتاعت أحياء كياك بتتقري من إنجيل لوقا. بنلاقي ماشية كده، إنجيل لوقا بتيجي أول حد، بتيجي بشارة الملاك لزكريا وأليصابت، تاني حد بشارة الملاك للعذراء، تالت حد زيارة، هنقول يعني في الأول بشارتين وبعدين زيارة وبعدين قيامتين ميلادين. الزيارة بزيارة العذراء لإليصابات، بعد كده ميلادين، الميلاد اللي هو الحد الرابع ميلاد يوحنا المعمدان، وفي 29 كهك في العيد يتقري اللي هو قريات بتاعت ميلاد السيد المسيح. النهاردة زيارة العذراء لإليصابات. أنا همشي في القرايات ونشوف الكنيسة عايزينها تقول لنا إيه في الموضوع ده. طبعا القرايات كلها هتدور طبعا حوالين السيد المسيح، ونفس الوقت ممكن تيجي الزيارة فيها. يقول لأن الرب مزمور عشان يقول لأن الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له، ها هنا أسكن لأني أردته لصيدها أبارك بركة. صهيون هنا ترمز للعذراء، ربنا اختار العذراء ورضيها إيه؟ إن هو يجي في أحشائها وبعد كده يتولد لينا وبعد كده يسكن في كل واحد فينا في قلوبنا. يبقى أول حاجة اختار صهيون هي اختياره للعذراء. إنجيل عشية بيتكلم على الرجل اللي فيه روح نجس، والسيد المسيح بسلطانه كان يؤمر الأرواح، وبعدين دخلوا بيت سمعان وشفى حماة سمعان. الإنجيل ده بيقول لنا مجيء ربنا لينا من أجل رحمتنا، تحنن علينا، تحنن فأخرج الشيطان وشفى حماة سمعان. المزمور بتاع باكر بيقول أرنا يا رب رحمتك واعطينا خلاصك، أرنا يا رب رحمتك واعطينا خلاصك. الإنجيل بتاع باكر بيقول إيه؟ بيتكلم على الكنعانية اللي كانت بنتها فيها شيطان، فالمزمور بيتكلم بلسان الكنعانية، وريني يا رب رحمتك واعطينا خلاصك، وبلساننا كلنا أنا أرنا يا رب رحمتك واعطينا خلاصك. يبقى مجيء ربنا من أجل رحمته لينا ومن أجل خلاصنا. البولس من رسالة روميا وكان بيتكلم على أبونا إبراهيم في جزء بيقول بيقول على أبونا إبراهيم إنه هو بالإيمان حسب له برا، فيقول هو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة. على خلاف الرجاء آمن على الرجاء، إيه خلاف الرجاء وإيه آمن على الرجاء؟ على خلاف الرجاء إبراهيم في السن بتاعه هو وسارة استحالة يجيبوا حد، استحالة ينجبوا، فهو على خلاف الرجاء ان هو ما ينفعش يخلف، امن على الرجاء، وعشان كده بايمانه صار ليه بر وربنا ايه اداله اسحاق. ده يشبه مين؟ يشبه حاجتين. على خلاف الرجاء لو قلنا زكريا واليصابات في ميلادهم ليوحنا كان على خلاف الرجاء، والعذراء مريم ما كانش ان هي تجيب من غير جواز تجيب تنجب، ولكن بالايمان قالت ليكن ليك قولك، وكانت ايه ام ربنا. الكاثوليكون بيتكلم بيقول يا احبائي لست اكتب اليكم وصيه جديده بل وصيه قديمه التي كانت عندكم من البدء. ايه الوصيه الجديده؟
قال التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. احنا في 7 و4، سهرات 7 و4 تبقى بالليل، نظامها كده في الظلمة في الليل، يرمز لإيه؟ لأيام إيه؟ قبل مجيء السيد المسيح. لكن أشرق بنوره علينا إيه؟ لما جه أخذ جسد من العذراء وأشرق علينا، فكان هو إشراك لينا، نور لينا الطريق، نور عينينا، نور حياتنا، إدانا إن إحنا السلوك بالنور، إدانا إن إحنا نكون أولاد إيه؟ النور. الإبراكسيس بيتكلم بيقول هذا هو موسى الذي أنكروه قائلين من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا، هذا أرسله الله رئيسا وفاديا بيد ملاك الذي ظهر له في العليقة. هنا بيتكلم على موسى اللي كان رمز للسيد المسيح، رفضوه وقالوا له من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا، لكن إيه اللي عمله أو عمله ربنا بموسى؟ أخرج شعبه من العبودية. فكان موسى رمز للسيد المسيح اللي هو حررنا من عبودية إبليس، وقال بالحقيقة أن حرركم الإبن، بيقول أن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار. وعشان كده يقول هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل أنه سيقيم لكم الرب الإله من وسط إخواتكم نبيا مثلي، ده بيكلم على السيد المسيح، له تسمعون. بعد كده في الإبراكسيس يتكلم على رمزين للعذراء، يتكلم على العليقة اللي كانت رمز للعذراء، وخيمة الشهادة اللي كانت مع الآباء في البرية كانت أيضا رمز للعذراء. نلاقي التابوت اللي فيه المن، نلاقي رموز العذراء موجودة في إيه؟ في خيمة الشهادة. مزمور القداس بيقول الرحمة والحق التقية، العدل والسلام تلاسما، الحق من الأرض أشرق والعدل من السماء تطلع، رحمة ربنا اللي هو جه عشان يخلصنا. أما بالنسبة لإنجيل النهاردة، زيارة العذراء لإليصابات في الحقيقة كانت مثل لينا في أي زيارة. يعني ساعات حد يقول أنا بخاف أقعد مع الناس، كل القعدة إدانة، بقيت أهرب علشان بحس إن القعدة بتبعدني عن ربنا. واحد يحب القعدة دي، واحد يحس إن هو بيهرب. لكن نلاقي العذراء عملت إيه؟ بيبتدي الإنجيل بيقول فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة من يهوذا. ذهبت بسرعة وقامت. لما نقرأ إنجيل لوقا الإصحاح الأول، كلمة قامت دي كانت أول ما سمعت بشارة الملاك، والملاك قال لها هوذا إليصابات نسيباتك قد وجدت حبلى. أول ما سمعت كده وخلصت بشارة الملاك، بالنسبة لها قامت في الحال وذهبت بسرعة إلى مدينة من يهوذا. كان حد قال لي إن المسافة دي كانت قرب من 90 ل100 كيلو، مش عارف بالظبط بس يعني يقال كده من 90 ل100 كيلو، حاجة رهيبة يعني الواحد يمشيها. احنا بنمشي، الإنسان يمشي بسرعة من 4 ل5 كيلو في الساعة، لو بيمد 5 كيلو، لو ماشي 4 كيلو، يعني تمشي على حساب لو مدت تمشي كام؟ مثلا في حدود 25 ساعة ولا 20 ساعة. قامت بسرعة. حقيقة المحبة لما بتبقى جوه قلب الواحد تخليه يبقى بسرعة شوية، ودي بتدلنا على المحبة. ان اول ما سمعت قالت اروح اخدمها على طول، وروح الخدمة اللي في العذراء مريم اللي احنا شفناها تخدم في عرس قانا الجليل، وبعدين هي في بداية حملها
ان هي تمشي المسافة دي وان هي تخدم. ده يمكن اول 3 شهور في الحمل بيبقوا تعبين جدا، لكن نلاقي ان العذراء جريت علشان تخدم اليصابات. اول ما دخلت بيت اليصابات ارتقد الجنين في بطن اليصابات، ارتقد يوحنا المعمدان امام السيد المسيح، بيقولوا امتلأت اليصابات من الروح القدس. زيارة العذراء اللي في بطنها السيد المسيح امتلأت من الروح القدس وقالت مباركة أنت في النساء، مباركة هي ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتي أم رب إلي. السلام اللي راح لإليصابات بوجود العذراء، سلام. إحنا الواحد لما يروح بيت يملاه سلام بكلمة ربنا بالمسيح اللي جوانا، كل واحد فينا دلوقتي جواه المسيح، العذراء كان جواها المسيح في بطنها، وكل واحد فينا المسيح ساكن فيه. لكن يا ترى احنا ربنا ده هو اللي بيتكلم جوانا لما نروح لحد وندي سلام للبيت والناس تحس بالفرح بعد الزيارة، ولا نحس ان الزيارة دي كانت خارج نطاق السلام او خارج فيها بعيد عن ربنا. في الحقيقة لما اليصابات عظمت يعني والعذراء وان هي ام ربي وكل الكلام ده، اول حاجة نطقت بها مريم العذراء قالت ايه؟ تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. العظمة لربنا، تعظم نفسي الرب. بولس وسيلة لما كانوا بيبشروا وبعدين قالوا ان الالهه تشابهت بالبشر وحبوا يسبحوا لهم، شقوا ثيابهم، مرضوش ان هم يسرقوا مجد ربنا. ناخد بالنا، هل ممكن الواحد ينسب المجد لنفسه؟ هل اعمال الله العظيمه اللي بيعملها معانا لما حد يشكرني او يكلمني عليها ابقى بنسبها انا اللي عملت، ولا احس ان انا اعظم ربنا؟ تعظم نفسي الرب. الله هو العظيم، هو العامل فينا، هو اللي بيشتغل. تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصني، لانه نظر الى اتضاع امته. العذراء كانت عارفه اكتر حاجه يبص لها ربنا فينا الاتضاع. ده لو كان ربنا هيتجسد من حد ما كانش فيه الاتضاع العجيب ده، كان ممكن ايه؟ ممكن كانت هي ايه بسبب الكرامة العظيمة دي ما تستحملهاش. عشان كده الاباء يقولولنا احتمال الكرامة اصعب من احتمال الهوان. يعني ممكن الواحد يتبهدل شوية وممكن يستحملها، لكن حد يعظمه يحس هو انتفخ ويحس ان هو يعني حاجة كبيرة قوي. لانه نظر الى اتضاع امته فوز منذ الان جميع الاجيال تطوبني، لانها عرفت مقدار عظمة ان سيد المسيح يجي يتجسد ومن اجل خلاصنا. هي الاجيال هتطوبها بايه؟ من اجل عظم العطية اللي احنا نلناها بايه؟ بميلاد ربنا يسوع المسيح. فطبعا اللي من خلالها صار لنا الخلاص ان هو ربنا جسد منها، ربنا هو اللي خلصنا. لكن هي كان ملء الزمان ان كان ربنا منتظر يلاقي واحدة زي العذراء يتجسد منها. وعشان كده العذراء اللي هي بتتكلم على صفات ربنا. لو الواحد بص للتسبيحة بتكلم على ربنا العظيم، تعظم نفس الرب، وتتكلم على ربنا القدير، تقول صنع قوة بزراعه، وتتكلم على ربنا القدوس وقالت اسمه قدوس، وكل حاجة تمت ربنا بصلة نقول ايه؟ الكتاب المقدس اسمه قدوس، الأسرار المقدسة، كل حاجة تلاقي تلتصق بربنا، بيت ربنا بيت مقدس،
كل حاجة تلتصق بربنا ايه مقدسة. كلمت على رحمة ربنا وقالت رحمته الى جيل الاجيال، واتكلمت على تواضعه ومحبته للمتضعين اللي هو انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. كانت في الحقيقة تسبيحة جميلة جدا. لو بصيتوا لتسبيحة العذراء تلاقوا ان كلها ليها شواهد من الكتاب المقدس، هي كانت بتتكلم بلغة الكتاب المقدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش هذه الايام واحنا يبقى اشتياقنا ان احنا نكون على هذه الصورة. ربنا يدينا ان احنا نفرح بميلاده وان احنا فعلا نستقبله. احنا بنصلي في القداس، ابونا يصلي صلاة بيقول ايه، املانا من خوفك وشوقك. نفسي بكل واحد مشتاق زي ما كانوا في العهد القديم كده مشتاقين للخلاص ان هو يجي. احنا النهاردة الخلاص جه والمسيح جه من اجلنا، لكن لينا الشوق ليه ولا ملناش الشوق؟ ولا الواحد حاسس كده ببرودة اللقاء؟ ربنا يدينا ان احنا نشتاق دايما ليه، يدينا